دوك انايا ما نجيش انايا ما نقدرش من من لا استطيع ان نفتي عليك وما يسمح ليش ربي باه نفتري لك باسكو اللي يفتي اللي يدير فتوات اي عن اي مسؤوليه كبيره عند ربي هذه ما كانش الاخر وي بي يا خويا نكمل لك بكل صراحه عاش ما نعرف قدره ما كانش انا ما نشوفش الاشكال هذا فراخ باسكو سي يعني من طعن في هذا القرار تربطونها أنتم بأنه تتويج للصراع إيديولوجي حول العديد من الملفات ربما ساهمت في تعطيل ربما عجلة الاقتصاد الوطني هذا ما تقصدونه بيسير يدخل في تعطيل الاقتصاد الوطني رانا نقولوا بلاد ناس تريد أن تصبح بلاد تاع التوريزم وتاع كيفاه احنا دوك الجزائر عايشين وحدنا في هذا العالم يعني هي دعوة الاقتدار بتجارب بعض دول الجوار أنا يعني الـ يعني مون فيريتابل يعني كيفاش نشوف هذه الحاجة كحرية فردية نعم وصلت كل واحد نعم سنكمل هذا الحاجة.